كنت متأكدة انك هتيجي. تعال ادخل. انت جايب لي فاكهة؟ تختي تسلم ايده. لسه شفتي حاجة؟ يا لهوي، انت كمان جايب بيرة يا رضا؟ لا بس دي بيرة حلال، يعني ما فيهاش كحول. وحشتني. ان شاء الله ما تشوفيش وحش يا رب. ايه ده يا رضا، انت بتكلم خالتك؟ ما ترد رد مناسب كده. كتر خيرك، الله يبارك لك. ايه يا رضا، مالك؟ مالك يا رضا، انت متوتر ليه كده؟ لا لا، انا مش متوتر ولا حاجه، بس يعني بصي يا صابرين، بصراحه انا جاي اقعد معاكي قعده حلوه كده، يعني ندردش، نرغي شويه، نتكلم في مستقبلنا مثلا، لكن حكايه الامر الواقع اللي انت عايزاها دي، يعني انا مش مستعد ليها. طب بغض النظر عن عدم استعدادك، هو انا مش مراتك؟ كورق ومستندات ماليش حقوق عليك ولا ليا؟ كورق ومستندات ليكي. طب ايه بقى؟ ايه؟ والله هو سؤال وجيه، يعني ايه بقى فعلا ده؟ بس يعني انا ما اخبيش عليكي، الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه ده يعني ما يجيش خبط لزق كده. ده هو حلاوته يا رضا ان يجي خبط لزق كده على طول. والله اقول لك على حاجه، قولي. انا هدخل الاوضه جوه ثانيه واحده بس وهطلع لك. وليه ثانيه واحده يا حبيبتي؟ ليه مستعجله قوي كده؟ يعني خدي وقتك، احنا لسه العمر كله قدامنا. انت بتهرب يا رضا؟ طب ماشي، اصبر، صبرك عليا. يا رب يا رب صبرني يا رب، ده الحرمان وحش قوي. صبريل، يا رب يا ساتر. هنا ايه ده؟ بابا رضا، انت بتعمل ايه قاعد هنا؟ انا اللي بعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ وازاي دخلت كده على طول؟ يوه، حلم يا ابني حلم. هنضيع كل حلم احنا بقى في الكلام الفارغ ده؟ انا غلطان اني دخلت بالباب وفتحت بالمفتاح؟ المره الجايه اكلفكوا اعدي بالازاز. طب بصراحه بقى بقيت بتيجي في اوقات غريبه قوي يا بابا. عشان الحقك. متردد ليه يا حلالك؟ خش. طب افرض انا سمعت كلامك ودخلت. ايوه. وابوها طب علينا فجاه، اعمل ايه؟ ما يطب ولا يجي. اهلا وسهلا بيه في اي وقت يا اخوي. يا ابني ده حلالك يخبط دماغه في ادخن حيط. خش. البنت بتحبك ما تخسرش بخاطرها كده، عيب. بقول لك خش. طب معلش، هو سؤال محرج شويه. قول يا حبيبي، قول. اخش اعمل ايه بالظبط يا حبيبي؟ يا ابني ده نسيت اقول لك صحيح قبل ما اموت. طب اقول له ايه دلوقتي؟ بص انا اقول لك من الذاكره بقى، لان انا ميت من فتره والحاجات دي بتتطور عندكم. هو على ايامنا الست كانت بتساعد في الحاجات دي، فانت خش وهي هتساعدك. بجد يا بابا؟ والله امك اللي عملت كل حاجه. انا عملت حاجه؟ بس اهم حاجه دلع وتدلع. ادلع واتدلع يعني ايه؟ يا لهوي رضا، ايه ده يا اسطى جابر؟ والله العظيم والله العظيم ثلاثة، انا ما لحقتش اعمل اي حاجه. وانت كنت عايز تعمل ايه اكتر من كده يا ابن حليمه؟ سيبه يابا، والنبي يابا، والله ما لحق يعمل حاجه. والله رزة بنت انت، حسابي معاكي بعدين. وحياة أمك، ما أنت خارج من هنا على رجليك. الحقوني يا ناس، الحقوني يا حاجي. هات أنا هموت في إيديك. هات